شيخ دكتور فيصل محمد علي وكم إذا علم دوا وين قبل كتب دريا ما أنت وحوقها ليارين تمرن كوين دلسي اللحدي دا عرشدة بشا صنفور أما بشوال شيخا أي وحو سوقات هي دلوين ينصوص شرعية تاس أو ماشا كساري سامرن كاللحدي دا تدويني كلا دوناء مسلمين تا اي كسون فراي أركتدة بشا شوال مالنتي سبتي دي شيخا أو شرحيا يوحو يدي إلهي سبحانه وتعالى وحوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أدات شيء اسكو قبتان إلهي رسولك يسوع لي وحكلا لي وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وعد اسكو قبتان حكم كيسا حق الله لولا نقنية حق على نوا كتابك هي السنة كتابك هي السنة دون علمي يا قوم بيوباهين ما هقفكم مركاين اسكو صوتورا وحانو أقون آنو أولاين وآنو قرانين وحكلا إلهي يري ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره الى يوحي طريق المؤمنين طريقه هنا عد الراعده ولو دليش دي اجماع صحابه نبي عليه الصلاه والسلام سلف كي كدنبيي راعتان كل راعيا انه واجب هي عد كتكتن الى سبحانه وتعالى او غوديي ان وحو عذاب غودي تاسي وا مساله اي مهم تاهي قفكو انت انو سولده اسكو سو تورين مساله انو كو ورمين انو قدر كيسا غرتو مساله ما كهدلي كرا مسك ما هدلي كرو مساله حقيبا لو علينيا حقي لا قادنيا ما وحا لا قادنيا فلكيينتا يا ددكن بارتي علم علميغا قرخده iyo dayux meelaha maran mise waxa laga qaadanaya masalada ahlul ilmiga aqoonta u lekeba laga qaadanaya masaladan dami weeyday ila shalay ila darad la hada hayay إلا. نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث ابن عمر يا أبي هريرة أي كورينيان حديث الصحيحة نبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه والنبي ورها الصومين إلا آد بشك أركتان عدة سدالي وإن سويدية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم دين تلال صادرين وصالحة في كل زمان ومكان ما هدين ku gaar ah markii aan dadku aanay tiknoolajiyada aqoonin diin kale soo dagaysa markii tiknoolajiya la helay wax leeyahay ma jiraan ilaahay baa nabi maxamed soo diray subhana wa taala allana uu oga aakhiru zamanka dadku inay tiknoolajiyo iyo waxyaabo badan ay heli doonaan nabigu calayhi salaatu wa salaam inoo ma soo reebin ay wuxuu leeyahay war hasoomina illa aad bisha ka aragtaan hana afurina illa aad bisha ka aragtaan روايه كلام مسلم وحيله البخاري مسلم طبعا سو صار وحيله دهين فان غم عليكم حدين لا اذا كقريو فقدروا 30 صدا وقدر بش انه كدمات بش هذا اركي ويدان تي هورا انه صدا كدمات وقدر روايه كلام وحيله فاكملوا العده 30 صدا ضم استرا حديث كبخاري مسلم سو صار ابن عمر با لغوري ابي هريره لغوري غير كن ولا لغوري حديث كان مركا هذا دمعنا إنه نفهمه نبي عليه الصلاة والسلام حكم كي وحوا إن جاك حري أركتي تاوح إنه قرنا إن مركا هذه أركتي لا إن جاك حري حساب إن جرش ضي حياق الرحض ما شيء مرة ينتونا حكم لا إن جاك محرين نبي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا annagu waxaanu nahay beer ummad ummi ah waxna aan qorin waxna akhriyin bisuna sidaas iyo sida iyo sida iyo saas ay noqotaa 90 ama 100 bay noqotaa idan rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo ma sheegay inoo mana hanuunin in aynu barano ama dadka xidigaha iyo meesha ay maraan iyo qorraxdu meesha ay maraan garanaya oo godka maalintu maraya iyo godka maalinta uu maraya garanaya xukun laynagaga ma xirin zamankiisina way jirtay cid taqaanay oo umamkii xilliga noola cid taqaanay way jireen dad baa lagu yaqaanay inay yaqaanaan al-imamu al-iraqi masalan markuu si fiican uga waramo ayaa wuxuu oranaya waqad dhahara bima basatnahu sihhatu madhhab al-jumhur fi ta'liq al-hukm bil-ru'yah دون غيرها وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفه وجمهور العلماء من السلف والخلف مسألة اهل العلم يجي وليغود بس سو جيراي دينتن مسؤولك كاها اي ميل كو خيرن ويه مساله دني قولك فلكيينتو وخي لوغه باهيه وا لا كالمه ويديسن كرا وا لا فايديسن كرا
ويستأنس به لكن هذه إسخلاف فيما دون مسألة عبادة كسابسا قولك الله هرمرين أيه شرعا وقولك أهل العلم كسليسا أدلة كتابك يسلنا كسليسا أي الله هرمرين أيه شيخ دكتور فيصل محمد علي يا سودوك لا توح وقبا قبل شذا قيبه ذك الدوان إن أرمها الحريدة دين تسلام كي شرعة إن لوجد بيودد كعلم قوله مسألة دنيا ومسألة شرعية دتك عمدة يجو أول شرعية هاي أي مسائلش كبارن وحكولت لنا يا دين توضي آخره يجو أم الدنيا إني مسائلش كجاف صدان أهل العلم قالوا كل سوء هاي علم جود اللي يقانو إيه مثلاً كفت وطي إن لوجهره لون الدايو دت كان آن بلبل الجلين مسألة ومسألة عد ومسألة واضحة ومسألة رؤية أي سكناتي دولة يلبا يصدح يأفر قفنا آن هايله ومسألة أي أركان دت كهدي لا يسقورريو دت آن بقول قف كيرا أي أركان وي بقول قف عن كير يعني ودد عن كير يعني أركان وي ما هم مسألة مل يلا بق هدي اللبق أرك لها يعني بقول إسكداي حكم كانوا وصفنا لها هدي أي أركان بقول يوحك بضنا أو من باب الأولى دولة كلية لبق دولة ضدنا ما أنت سو دولة طب من دولة يحكوا له أي لقى أركي سيد رادد إلهي هلا قبقة مسألة أن هلا قهره أهل العلم جانا هلا وقدم بيو عدي يدو علومه أي مسألة نقاش كقبتا وأين أهل العلم قال الله صوحريدا مسألة لسلا بحثية لكن ما هارين هبون إن لقود حتورة يدو حجدو أي تهي عدة لحجيسانية عد أن أصل كيدو حجب عهين بعض